خليني ارحب بالاستاذ فتحي المريمي مستشار رئيس البرلمان الليبي. مساء الخير يا فندم. اهلا وسهلا بك سيدتي الكريمه وبالساده مشاهدي قناتكم المؤقره، اهلا وسهلا بك. اهلا بحضرتك. تصحيحا للاسم وللصفه، فتحي عبد الكريم المريمي المستشار الاعلامي لرئاسه مجلس النواب الليبي. تمام. تفضلي. بعتذر لحضرتك يا فندم. عفوا عفوا. بشكرك على التصحيح. النهاردة المفاوضات الليبية انتهت في ضواحي العاصمة المغربية. أهم نقاط التوافق وأهم نقاط الخلاف إيه اللي حصل من وجهة نظر حضرتك؟ هو طبعا هاتان اللجنتان هما منبثقتان من مجلس النواب الليبي. نعم. والمجلس الاستشاري أو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا. هاتان اللجنتان طبعا مكلفتان من مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة، وذلك للتباحث والدراسة والتفاهم حول المناصب السيادية في ليبيا. نعم. لعل سائل يسأل ما هي المناصب السيادية في ليبيا؟ هو المصرف المركزي أو البنك المركزي. نعم. كذلك الرقابة الإدارية طبعا، أيضا ديوان المحاسبة، المحكمة العليا، النائب العام، لجنة أو هيئة مكافحة الفساد. نعم. وكذلك المفوضية العليا للانتخابات والمؤسسة الوطنية النفطية. نعم. لا، ليست النفطية، الانتخابات، المفوضية العليا للانتخابات. تمام، تفضل. لأن مؤسسة النفط هي تبعية للحكومة وقضية أخرى، ولكن هذه التي أسميتها لك الآن هي المناصب السيادية في ليبيا. وطبعا عادة يعني عند التعيين أو الاختيار أو غيرها تحدث يعني في مشاكل وقضايا ما بين الأطراف. نعم. على اعتبار توزيع هذه المناصب. في كل الأحوال مهمة هاتان اللجنتان هو توزيع هذه المناصب على الأقاليم الثلاثة في ليبيا، وهي برقة وطرابلس وفزان. ليبيا تتكون من ثلاث أقاليم في الأساس، وهي أقاليم تاريخية معروفة، وهي برقة وطرابلس وفزان. هاتان اللجنتان طبعا يعني صارت يعني مسارات جيدة، كانت إيجابية الاجتماعات حقيقة، وانتهت يعني بالاتفاق والتوافق ما بين الأطراف، وتم توزيع هذه المناصب دون تسمية الأشخاص. كان تسمية الأشخاص هذه في مرحلة أخرى، أما المرحلة هذه هو الاتفاق على كل إقليم ماذا يأخذ من هذه المناصب السيادية، وهم في كل الأحوال تفاهموا وانتهت الاجتماعات ببيان أكدوا فيه على إيجابية هذه الاجتماعات، وأنهم تفاهموا وأن تقاسموا هذه المناصب أو قاموا بتوزيعهم. لا يتقاسمونهم، لا يمثلون أي طرف، يمثلون أطراف رسمية هو البرلمان ومجلس أعلى الدولة، ولكن الجهات الثلاثة أو الأقاليم الثلاثة وزعوا عليها هذه المناصب باتفاق وتفاهم، وانتهت الاجتماع على هذا الأساس. تمام. ردود الفعل إيه بعد ما توصلوا لهذه النقاط اللي حضرتك قلت عليها؟ الردود الفعل طبعا كانت يعني مؤيدة حقيقة يعني من كل الأطراف الليبية، لأن أي تفاهم وأي تقارب وأي توافق ما بين الليبيين يكون مؤيد حقيقة يعني من الشعب ومن الناس ومن المسؤولين ومن الجهات السياسية الأخرى، خاصة ونحن في ليبيا طبعا يعني تفاقمت الأمور حقيقة عندنا، وليبيا أصبحت في أوضاع يعني سيئة للغاية، يعني الكهرباء تنقطع بساعات طويلة. نعم. السعر الرسمي سعر الدولار في السوق الموازية أصبح مرتفع جدا، اللي هو الدولار واليورو والجنيه الاسترليني وغيرها، أدى ذلك إلى غلاء الأسعار في المواد الغذائية والدوائية والأشياء هذه. نعم. والمرتبات تتأخر، والسيولة النقدية غير موجودة في البنوك يعني في المصارف، وبالتالي أصبح المواطن يعني في أوضاع سيئة للغاية، وأصبح المسؤول أو السياسي أو من يحرك في أمور البلد محرج جدا في هذه القضايا وهذه المشاكل، وهذا أدى إلى تفاهم الساسة لأنهم ضروري من أن يتقاربوا منه هذه القضايا، ولا بد من إيقاف الحرب ويقوموا بعملية اتفاق ووفاق ما بين هذه المؤسسات بحيث تظهر من البلد من هذه الأزمة التي هي عايشة فيها ليبيا. نحن نعرف أن تدخل تركيا يعني فاقم الوضع جدا حقيقة،
وساعد الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة في الغرب الليبي، ووصلت بذلك حتى سرت، وتدخلت مصر عن طريق رئيسها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي وضع خطوط الحمراء. هناك من يعني اعتقد بأن هذه الخطوط الحمراء هي من أجل مصر أن تؤجج الحرب وتشعل النار في ليبيا، ولكن قصد مصر كفاية تقدم وكفاية حرب، وعلى الليبيين اتجهوا إلى الحوار وإلى التفاهم وينهوا قضيتهم، وكذلك عليك يا تركيا، وكذلك عليك يا تركيا أن تتوقفي عند هذا الخط، لأن بعد هذا الخط ستبقى الأمور فوضى في ليبيا، تؤثر على ليبيا أولا وتؤثر على مصر ثانيا على اعتبار الأمن القومي المصري لعلاقة بالأمن في ليبيا والأوضاع في ليبيا. بشكرك فندم، شكرا جزيلا، بشكرك فندم، شكرا جزيلا.